الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نزع بالقرآن عن الصدور السآمة والملل. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله حث على التفاؤل والأمل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين نصروا الدين وقت الرخاء والأمر الجلل. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وصف بليغ ومرتبة سنية لقلوب عبر عنها القرآن ووسمها بأنها قلوب وجلة ملأ الإيمان حناياها وذلل الخضوع لربها أركانها، فسمت جلالا وارتقت ذكرا وزكاها الرب ثناء ومآلا. ولا يخلو مؤمن من حالات وجل استشعرها إثر سماع موعظة وآيات من كتاب الله، أشرق معها قلبه
واقشعر جلده وحلقت روحه في الملكوت الأعلى. هذه القلوب الوجلة هي التي تتذوق حلاوة الإيمان وتتلذذ بالطاعة وتصد مسالب الفتن والشك وتسلم من العلل القلبية. وأولو الأحلام والنهى يتطلعون إلى بلوغ المراتب العلى، ووجل القلب الذي هو الخوف مع التعظيم من أخص صفات المؤمنين. ومن أجل أسباب وجل القلوب لهج اللسان بذكر الله، فبه تطيب القلوب وتصلح الأبدان وتزكو النفوس وتحلو المناجاة. قال الله تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت قلوبهم لأنهم إذا ذكروا تذكروا، وإذا وعظوا اتعظوا، وإذا خوفوا خافوا. ومن أعظم الذكر تلاوة كتاب الله والتغني بآياته. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فمن أقبل على كتاب الله وشرح له صدره وعاش في رحابه لان قلبه ووجل فؤاده وأورثه خشية وحياء من الله وزاد إيمانه. كيف نطمع في حياة القلب ووجله وخشيته إن ملأناه بما يحول بينه وبين الانتفاع بالموعظة من ربه؟ قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فإن لم تجد قلبك عند القرآن فأين تجده؟ إن لم تجد أثر الموعظة والقرآن في قلبك ففتش في السبب وعالج المرض. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومن أسباب وجل القلوب تعظيم شعائر الله وتعظيمها من تعظيم أمر الله سبحانه، فكل ما عظمه الله ورسوله فهو عظيم، وتعظيمه علامة صلاح القلب. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أورث الله من عظم شعائره التقوى في قلبه، فالتعظيم إنما نشأ عن وجل القلب من الله ومحبته سبحانه. ومن أسباب وجل القلب جعله وعاء من أوعية العلم الموصل إلى الله المقتضي معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال الله تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. ولما كان علم النبي صلى الله عليه وسلم بربه أكمل العلم كان أشد الناس خشية منه سبحانه. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن أسباب وجل القلب عدم الغفلة عن التوبة وتعاهد الاستغفار وسرعة الأوبة، إذ لا يتأتى وجل القلب إلا من هذه الأمور المطهرة له. فأنى لقلب مريض أن يوجل، وأنى لقلب غافل أن يخشع. قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وقال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بذل المعروف، تعود العطاء، تنوع الإحسان مما يلين القلب ويكسبه الوجل والخشية والرقة. شكا رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. الإكثار من ذكر الموت
ودوام الاستعداد له يذكر الآخرة ويحيي القلب من موته ويوقظه من غفلته. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن تعاهد قلبه وصدق مع الله هداه الله سبل الجنة وثبته على الصراط. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأولو الأبصار يتعاهدون قلوبهم، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه. وفي الحديث: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب مثل ريشة في الفلاة تعلقت في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. رواه أحمد. لقد خشي من تقلب القلب أعلم الناس بالله، فكان دائم الدعاء بثبات قلبه صلوات الله وسلامه عليه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فما شأن غيره من الناس. وإذا وفق الله عبده ليكون أهلا لوجر القلب ولتقواه فسوف يقطف ثمار ذلك ويجنيها بردا وسلاما. فمن ثمرات الوجر في القلب طيب الحياة في الدارين، فإن هؤلاء يقولون يوم القيامة: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ولو لم يكن من ثمار وجر القلب إلا التلذذ بمناجاة الله والأنس بالله لكان أعظم ما يظفر به ويفرح. قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لما آثروا حلاوة الراحة أورثهم الله حلاوة طاعته ولذة مناجاته. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ومن ثمرات وجر القلب الدفع بصاحبه إلى المسارعة في الخيرات وإجابة الدعوات. لما دعا زكريا ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال الله تعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وبالقدر الذي يقوم في القلب من الوجر والخشية يكون الأمان من الفتن والشهوات، ويحبب الله إليه الإيمان ويزينه في قلبه. كما أن صاحب هذا القلب ليس من شأنه أن يسلك سبيل المفسدين، بل هو مأمون الجانب ويسهم في أمن المجتمع. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا هو المعنى الذي جسده أحد ابني آدم: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً لا حد لمنتهاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد المخلصين الصادقين الجنة وبلوغ رضاه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. وجل القلب عباد الله يثمر الرحمة بالخلق ولينًا في التعامل والتلطف مع جفاء الآخرين، ويستجلب صاحبه رحمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا، وقال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخرة وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وغلبة الدين وقهر الرجال. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين، ووفق ولي عهدي لكل خير يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الصلاة على الأموات والطفل يرحمكم الله. صلوا للحبيب صلى الله تعالى على محمد ما شاء الله. نماز الجمعة الحمد لله أداء فيها. للجنازة الله أكبر الله أكبر الله أكبر جتنے بھی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ آپ سب کو اپنی فیملی کے ساتھ جلد جلدی حاضریاں نصیب فرمائے، ہزاروں نمازیں جمعے مکہ مدینہ میں پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے، نیک حاجتوں کو پورا فرمائے. جو جو سلام کے لیے کہہ رہے ہیں کمنٹ میں آپ سب کا سلام پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، پیارے آقا قبول و منظور فرمائے. محمد ریان بھائی ماشاء اللہ سنی فرمان فاطمہ افتخار میرے، اللہ آپ کے ہم سب کے اچھے نصیب فرمائے. محمد جاکر برامی، محمد رزاق اللہ سلامت رکھے، محمد رزاق امین سمیر رزاق اللہ سمیر امین وینی زیاکر امین مبشر امین زیاکر اللہ محمد احتشام منیر اللہ آپ کو سلام رکھے، دیکھا جو پورا فرمائے، پریشانی کو دیکھ فرمائے. ماشاء اللہ عظیم ارشد ہو یا اللہ آپ کی تمام نیکی کو قبول فرمائے. چودھری مبین غلام نبی صلی اللہ پیارے آقا آپ کو بھی سلام قبول فرما لیں. صلی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ، صلی اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ. یہ ادھر بکی ہے ماشاء اللہ. ابھی آپ کو جنازہ دکھاتا ہوں، جنازہ لے کے آتے ہیں فاطمہ. اللہ آسانیاں پیدا فرمائے،
جو رشتوں کی وجہ سے پریشان اللہ نیک رشتے عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ اس کے حلال عطا فرمائے۔ علی احمد جزاک اللہ جی پہ آپ کا اسلام قبول فرما لیں، ہم طیب اللہ آپ کو سلام رکھے۔ اقبال قادری جزاک اللہ، سعودی احمد بشیر ماشاء اللہ، شیخ چودھری رسول اللہ علیہ السلام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آگے جنازہ آ رہا ہے، چلو آپ کو جنازہ دکھاتے ہیں۔ ادھر جن کو بقی ہے جزاک اللہ خیر، اللہ آپ سب کو سلام رکھے، فکر رکھے، بار بار مقام دینے کی حاضر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکم یا حبیب اللہ۔ یہ دیکھیں جنازہ، اللہ ہم سب کو بقی میں مدفن نصیب فرمائے۔